وينضم إلي من القدس مراسل قناة 24 نيوز عمر ربيع الموجود أمام محكمة العدل العليا. تحياتي لك عمر. يعني بداية، ما هي ردود الفعل لدى سلطة القضاء حول آخر التطورات في سن قوانين التعديلات القضائية؟ نعم وسام، اولا قبل التطرق ل يعني ردود الفعل داخل مؤسسه القضاء او سلك القضاء، دعني ان اشير الى ان الصحف العبريه الصادره في عددها الصادر اليوم جميعها كان يعني قامت بطباعه الصفحه الاولى لها، وهي الصفحه الاهم باللون الاسود حدادا على الديمقراطيه، وهذا ما رايناه من كل تقريبا يعني الصحف الرئيسية البارزة. لكن خصوصا يجب أن ننوه عمر بأن نعم. أن هذه الصحف يعني استعملت من الشركات الهايتك التي استأجرت هذه الصحف وليس رأي للصحف. نعم صحيح، يعني هذه كانت دعاية من كل شركات الهايتك. في مجمل الصحف أو كل الصحف تقريبا العبرية الصادرة اليوم، وهذه دعاية بدون شك من قبل محتجي التظاهرات. الأمر الآخر هو يعني يتصل بما سألتني عنه وسام، وهو ردود الفعل في داخل سلك القضاء. نريد أن نشير إلى أن رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إستر حيوت، وهي يعني من إحدى رموز الحكم في البلاد أو من إحدى الرئاسات الخمس في إسرائيل، إضافة إلى رئيس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس المعارضة أيضا يعني ورئيس الدولة، هي كانت يعني في زيارة رسمية إلى ألمانيا برفقة عدد من القضاة، وقطعوا يعني هذه الزيارة وعادوا أدراجهم بشكل طارئ إلى إسرائيل من أجل الوقوف نحو آخر التطورات، وآخرها بدون شك يعني تمرير قانون يقلص من حجة المعقولية. والأمر الآخر لسبب قطعهم الزيارة هو بدون شك يعني من أجل البت بالالتماسات المقدمة ضد هذا القانون إلى المحكمة العليا. وبهذا الصدد نشير إلى أن هناك العديد من الالتماسات أيضا مقدمة إلى المحكمة ذاتها، إلى المحكمة العليا، للنظر ب يعني دستورية التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون أساس رئيس الحكومة في باب إعلان العجز. وبالتالي فإن في هذه القضية كان هناك تطور اليوم وسام، وهو أنه كان صدام بين السلك القضائي الممثل بجالي بهرب ميار المستشار القضائي للحكومة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في المحكمة. عمر، يعني ما هي الخطوة القادمة التي تستعد لها الحلبة السياسية الإسرائيلية؟ بدون شك هناك العديد من الأمور الصاخبة التي تناقشها يعني الحلبة السياسية في إسرائيل. تحدثت قبل قليل وسام عن قانون المثير للجدل، مشروع القانون وقانون الأساس التجنيد المقدم من الحاردين، ولكنني أريد أن أشير باقتضاب إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي اليوم يوف جالانت سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره لويد أوستن الأمريكي طبعا، وسيناقشان كيفية تأثير إضراب أو الاحتجاج داخل قوات الاحتياط الإسرائيلية على جهوزية الجيش، وهو أمر يقلق الجانب الأمريكي بشدة. نريد أن نقول أن هذه المكالمة من قبل يعني الولايات المتحدة مع وزير الأمن الإسرائيلي من شأنها أن توسع الفجوة داخل الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، الذي بدأنا أن نرى أنه يقاد عبر يعني أن هناك انقسام واستقطاب داخله بين تيار معتدل يقوده جالانت وبين تيار متشدد أكثر يقوده ليفين. بالتأكيد زميل صحفي قناة 24 نيوز عمر ربيع، كنت معي في بث مباشر من أمام المحكمة العليا في مدينة القدس. شكرا لك على كل هذه المعلومات.